انا بنعي صديقنا في الفريق ميدو جابر في وفاة والده امبارح، ان شاء الله ربنا يرحمه وتغمده فسيح جناته ان شاء الله. بس ان شاء الله الموقف ده يدينا ثقة واصرار ان شاء الله ان احنا نكسب ونهدي الفوز ده لوالده ان شاء الله، كان محب للنادي الاهلي طبعا. فان شاء الله باذن الله نحاول احنا نكسب بكره. الاستعداد الحمد لله الناس كلها مستعده كويس، زي ما قال مستر كارتيرون جه وكان عندنا بونت واحد، كسبنا الماتش اللي فات، فالمكسب بتاع بكره ان شاء الله احنا جايين، واهم حاجه عندنا الثلاثه بونت، اهم حاجه المكسب، مش جايين عشان تعادل ولا عشان خساره. المكسب بالنسبه لنا بكره هيدينا دفعه ان شاء الله اللي احنا نبقى 7 بونت، هيدينا دفعه للفتره اللي جايه ان شاء الله، مش في بطوله افريقيا بس، وكمان في الدوري. فان شاء الله يبقى التوفيق حليفنا بكره، ونحاول ان احنا ال3 بونت يبقوا لصالحنا ان شاء الله. عشنا طبعا ليله صعبه جدا امبارح، اكيد اللعيبه الكبار عندها مسؤوليه واللعيبه الصغيره برضو عندها مسؤوليه، اللي احنا نبقى مركزين كويس جدا في الماتش. اكيد النهارده هنقعد مع بعض بعد الغداء وبعد التمرين، هنحاول نطلع نفسنا من الحاله اللي احنا كنا فيها امبارح. فلا الحمد لله الناس كلها هتبقى مركزه، الناس كلها هتبقى مركزه في الماتش كويس جدا. لو احنا مركزين جايين مركزين 100%، لا بكره هيبقى مركزين 1000%، عشان زي ما قلت لك في الاول الماتش ده هيفرق معانا الفتره اللي جايه. فاللعبه كلها عندها مسؤوليه، اللعبه كلها على قد المسؤولية بإذن الله.